And to conclude this part of the session, we have one more speaker, this time from Yasser. So if I could call Engineer Mudar Bahri up to the stage, that would be terrific. In my pocket. السلام عليكم ورحمة الله. بداية شكرا لجامعة سلمان بن عبد العزيز على إتاحة الفرصة ودعوتنا اليوم للحضور. أنا طبعا أعمل لدى يسر كاستشاري في تطوير الخطط الاستراتيجية للتحول للتعاملات الإلكترونية. كان لي الشرف أن يكون أحد أعضاء الفريق اللي شارك في إعداد الخطة الخاصة بجامعة سلمان. بعض أعضاء الفريق تمكنوا من الحضور اليوم، بعض أعضاء الفريق ما قدروا يتمكنوا. حابين نستعرض على السريع إيش اللي عملناه بالخطة خلال 6 شهور اللي اشتغلناها مع الجامعة. يعني خلال 6 شهور رح نحاول نلخصهم في 10 دقائق إن شاء الله. بداية لتطوير أي خطة تحول لازم يكون في عندك فيجن، لازم يكون في عندك رؤية. الرؤية هاي نحن بالنسبة لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية قد تكون خبرتنا في التعاملات الإلكترونية، في التطوير، في الأوتوميشن، لكن عشان تحصل على الخبرة اللي هي الخاصة بالتعليم، بالإدوكيشن، بالجامعات، لازم تحصل عليها من صناع القرار أنفسهم. وهذا اللي حصلنا عليه بالبداية المشروع لما طورنا النموذج المفاهيمي أو الكونسبشوال موديل الخاص بالجامعة، اللي هو كان حصلنا عليه يعني من سعادة مدير، من معالي مدير الجامعة ومن سعادات العمداء. فالتصور كان بيشرح انه نحتاج انه الطلاب والطالبات يتعاملوا مع الأقسام إلكترونيا، نحتاج انه يشرك الخبراء ورجال الأعمال من جهة، المجتمع الخارجي من جهة، أعضاء هيئة التدريس والجهات الحكومية، جميعهم يكون في لهم دور داخل منظومة الجامعة. بناء على التصور من غير ما كان في متطلبات واضحة ولا كان في خط تحول واضحة، لكن هو مجرد تصور لازم الواحد يحطه بباله عن تطوير أي خطة بالمستقبل. تطوير الخطة بدينا بتحليل الوضع الحالي. تحليل الوضع الحالي طبعا لازم عندما تبدأ بأي جهة لازم نبدأ بالهيكل التنظيمي، نتعرف على الإدارات، نتعرف على العمادات، نتعرف على الأقسام، نتعرف شو الخدمات والمهام اللي مطلوب من كل قسم أنه يقدمها، الاستراتيجيات والتوجهات الخاصة بكل قسم، الخدمات المرتبطة بكل قسم، الخدمات والإجراءات طبعا. بعد ما يطلع معنا الإجراءات بتتضح أنه في بيانات تستخدمها الإجراءات لتنفذ بشكل جيد. بعض البيانات بيكون بشكل رقمي وبعض البيانات بيكون بشكل ورقي، وأنا تعمدت أحط الآيكون تبع الملف على اللاجئ الأخضر. فممكن في بعض البيانات تكون مانوال ورقية، بعض البيانات تكون بشكل رقمي. طبيعي أن البيانات الموجودة بشكل رقمي تتم معالجتها من خلال تطبيقات. التطبيقات إذن بتعالج البيانات الرقمية، البيانات الرقمية بتعمل أوتوميشن لإجراءات أعمال. أخيراً التطبيقات تشتغل بالنهاية على سيرفرات وعلى كمبيوترات وعلى شبكات. الأربع طبقات هذول، الأربع لايرز بيسموهم، اللي هم البيزنس أركتكشر، الديتا أركتكشر، الأبليكيشنز أركتكشر، والتكنولوجي أركتكشر، هم مقومات إعداد أي خطة تحول للتعاملات الإلكترونية. نعملها بالوضع الحالي ونعملها بالوضع المستهدف. فهذا اللي عملناه مع جامعة سلمان بن عبد العزيز، جمعنا الوضع الحالي ومكوناته، بعدين على نفس الأربع لايرز جمعنا الوضع المستهدف بناء على التصور اللي حصلنا عليه من البداية وبناء على خبرتنا بمشاريع مماثلة بمشاريع أخرى. فمثلا لو في أي إجراء من الأعمال بيحتاج تطوير، بيحتاج اختصار، بيحتاج زيادة خطوة، بيحتاج تنقيص خطوة،
عملنا هالشيء هذا أو اقترحنا إنه ينعمل. بالنسبة للبيانات، ممكن البيانات اللي كانت ورقية أول اقترحنا إنه ينعاد صياغتها، ينعمل لها structuring بشكل ديجيتال بشكل رقمي، وتكون البيانات هاي ممكن تكون مرتبطة مع بيانات أخرى، وبالتالي صار في عنا integration كان غير موجود في السابق. لما وصلنا على التطبيقات المستهدفة، ممكن نلاحظ إنه في بعض الابليكيشنز ما عاد تخدم الوضع المستهدف، وبالتالي ممكن نقترح وجود ابليكيشن جديد يخدم أكثر من جهة ويخدم أكثر من إدارة بأكثر من نوع من البيانات تكون انتجريتد مع بعضها. وأخيرا ممكن يكون في حاجة لأجهزة جديدة أو لشبكات جديدة أو لهاردوير جديد. لو نظرنا للوضع المستهدف والوضع الحالي، لو حطينا الرسمتين مقابل بعض، حيطلع في عنا بعض الاختلافات. حيطلع في عنا مثلا في نوع من الاوتوميشن للديجيتال داتا هنا، وفي ابلكيشن حينعمل لها اكسبانشن لحتى تاخذ بيانات اكثر، تعمل اوتوميشن للبزنس بروسيس اكثر، وفي تقنيات تحتاج انها تتوسع بشكل اكبر. فهذا ولد نوع من الفجوات. الفجوات هذه جمعناها وحطيناها بمشاريع إلى تحول. المشاريع هذول مرتبطين ببعض في بيناتهم علاقات، يعني مثلا مشروع رقم 9 لازم يخلص قبله مشروع رقم 4 ولازم يخلص قبله مشروع رقم 1، وبالتالي ترتبت المشاريع بأولويات وباعتمادياتها ما بين بعضها. طلع معنا خطة التحول للتعاملات الإلكترونية بهالشكل هذا. اقترحنا تنفيذها على 3 سنين، هي مكونة من 14 مشروع. طبعا مثل ما شفنا، يعني أهم فوائد لإعداد خطة التحول هو الربط ما بين الإجراءات وما بين تقنية المعلومات. يعني لو تذكرنا الشكل، كان في جزء من الإجراءات ما لها أوتوميشن، ما مربوطة بأي نظام معلوماتي. ف من غير خطة واضحة بالشكل هذا، ممكن ينتهي الأمر أنه الديبارتمنت أو الإدارة أو العمادة اللي تستخدم الإجراء المانوال تستخدم سيستم منفصل ما بيتعامل أو ما بيتكامل مع السيستم الآخر. أوكي؟ وبالتالي هذا بيؤدي إلى ازدواجية بالبيانات، بيؤدي إلى زيادة في التكاليف، بيؤدي إلى عدم تناسق بين البيانات. تعريف الاحتياجات الوظيفية والتقنية اللازمة لتطوير الأعمال. طبعا دائما كل ما نخلص من أي مرحلة تعرف فيها قائمة بالمتطلبات اللي على أساسها لازم ينطرح فيها RFP أو ينعمل فيها Development Locally، أو الطريقة الأنسب يعني لتحقيق هذه المتطلبات. تفعيل استخدام الأمثل للتقنية وتنظيم استخدام الموارد التقنية لخفض تكاليف التشغيل، طبعا للأسباب البديهية اللي ذكرناها، أنه نفس السيستم ممكن يستخدم بأكثر من ديبارتمنت وبيكون في ممكن انتجريشن بين ديبارتمنتس وبعضها. إيجاد التناسق والتكامل بين التطبيقات المختلفة والحد من تكرار البيانات والتقليل من ازدواجية الخدمات والعمليات. تقليل التباين في التقنيات المستخدمة لتشغيل التطبيقات، وبالتالي لا ينتهي الأمر بأنه ديبارتمنت A بيستخدم أبليكيشن بيشتغل على ويندوز، ديبارتمنت B بيستخدم أبليكيشن بيشتغل على يونكس. بيكون في نوع من التناسق والكونسيستنسي بين التطبيقات المستخدمة في الجهة الواحدة. توحيد المعايير والضوابط اللازمة لضمان أمن وسلامة المعلومات وحوكمة وإدارة التغيير في الجهة. طبعا الخطة اللي طورناها مع جامعة سلمان هي كانت أحدى الخدمات اللي بتقدمها مجموعة يسر الاستشارية للجهات الحكومية. الخدمات الأخرى في مثلا دراسة وتقييم احتياجات الجهات الحكومية وجاهزيتها، في تطوير الخطة الاستراتيجية للتحول للتعاملات الإلكترونية اللي هي هذه، مراجعة وتدقيق الخدمات والتصاميم الفنية، إعداد مواصفات ووثائق العطاءات، تقييم العروض والترسية ومراجعة وتدقيق وثائق العطاءات، وأخيرا رفض الجهات الحكومية بالكوادر الفنية والإدارية المؤهلة. شكرا لكم.